تحسين مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة بهدف انفتاحهم بشكل أفضل على العالم الفني، هذا ما دعت إليه فعاليات جمعوية خلال ورشة لتبادل الخبرات حول ولوج فن التصوير نظمتها الجمعية المغربية لمساندة ودعم الأشخاص حاملي التثلث الصبغي بدعم من مؤسسة غوزوس بالرباط، حيث أكد المتدخلون على الحاجة الماسة إلى مساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية على الولوج إلى عالم الفن والثقافة. اليوم هذه الورشة ديالنا هي ورشة للتفكير وتبادل الخبرات، فيها فعاليات المجتمع المدني التي تهتم بالإعاقة بصفة عامة، وأيضا فعاليات مجال الثقافي والفني ويعني في على المستوى الوطني، وأيضا عندنا شركاء من فرنسا. وركزت هذه الورشة على دور فن التصوير في مرافقة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية بهدف تفتق مواهبهم واندماجهم الاجتماعي وتربيتهم الفنية، بالإضافة إلى مواكبة الموهوبين منهم وإدماجهم في المجال الفني والاعتراف بهم كفنانين. إن هذا اللقاء الموسوم بالفن والثقافة والترفيه والرياضة للجميع، والذي حرصت من خلاله غوزوس على تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية من ولوج الفن والثقافة، من شأنه إظهار كيف يمكن لهذه الفئة أن تظهر قدرة كبيرة على الاندماج الاجتماعي. إن الهدف من هذه الأوراش يتمثل في تمكين هؤلاء الأشخاص من العيش بشكل أفضل والتعبير عن مواهبهم من خلال أعمالهم الفنية، حيث إن الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون مشاكل خلال مسارهم الهادف إلى ولوج عالم الفن. وخلص المتدخلون على وجود مشوار طويل يتعين قطعه على المستوى التشريعي من أجل الاعتراف بوضعية مهنية لهؤلاء الأشخاص، داعين إلى تعزيز الأنشطة الفنية لفائدة هذه الفئة.